السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نشوف بعض الأفكار الجهنمية اللولبية الخزعبلية اللي بقطع صغيرة هتصنع أفكار رائعة. يلا يلا. كالعادة برضه والله وأنا مش عارف ايه لازمتها، بس تعالوا نشوف ونعلق كده في كومنتس كالعادة. القطعة اللي هنستخدمها النهارده هي قطعة الستارتر بتاعة اللمبات القديمة، والقطعة ديت زمان هي كانت فايدتها في اللمبة الستارتر. الستارتر في تشغيل مصابيح النيون، واذا اصلا اذا كنت انت يعني هتروح ان شاء الله تلاقيها اصلا عند اي كهرباء دلوقتي بعد انتشار لمبات الليد، الحاجات العمليه اللي انتشرت ديت. تعال بس نشوف الستارتر ده بيعمل ايه اصلا. الستارتر او البادئ هو عنصر اساسي في دائره مصباح النيون، دوره الرئيسي هو توفير الشراره الاوليه بس التي تشعل الغاز داخل المصباح، مما يؤدي لتوليد الضوء. انبوبه ديت فيها غاز، والغاز ده عايز يتحفز فعايزين له شراره، والشراره دي بنجيبها منين؟ من الستارتر ده. ده وظيفته الرئيسيه والاساسيه في هذا المنوال. طيب ازاي بيشتغل؟ بيشتغل الشراره الاوليه عندما يتم توصيل تيار كهربائي للمصباح، بيبدا التيار في التدفق عبر الستارتر، التيار يروح للستارتر. حاجه تانيه التسخين، بيتكون الستارتر من شريطين، حاجه اسمها الايميتان، وهم عباره عن شريطين معدنيين مختلفين متسقين معا. عندما يمر التيار الكهربائي عبر الشريطين بيبدأان في ايه؟ في التسخين. خلي بالك عشان في فكره هنستخدمها دلوقتي على الحوار ده، تمام؟ بعد كده الانحراف، بسبب اختلاف معامل التمدد الكهربائي او معامل التمدد الحراري للمعدنيين المكونين للشريطين، بينحني الشريط عند تسخينه، مما يؤدي لاغلاق الدائره الايه؟ الكهربائيه داخل الستارتر. بعد كده الشراره، عند اغلاق الدائره بيتولى التيار الكهربائي عالي الجهد لفتره قصيره جدا جدا جدا، مما يؤدي لشراره كهربائيه بين طرفي المصباح. بعد كده تشغيل المصباح، هذه الشراره بتؤدي لتأين الغاز داخل المصباح، مما يخلق قوسا كهربائيا مستمرا. بعد ذلك بيتوقف الستارتر عن العمل ويسمح للتيار بالمرور مباشره عبر المصباح. طيب بنحتاج الستارتر ليه؟ عشان الشراره الاوليه زي ما ذكرنا سابقا. الستارتر بيوفر الشرارة الأولية اللازمة لتشغيل المصباح والحفاظ على استقرار القوس الكهربائي. بعد تشغيل المصباح بيساعد الستارتر في الحفاظ على استقرار القوس الكهربائي. مع تطور التكنولوجيا تم استبدال مصابيح النيون التقليدية بمصابيح الفلوريسنت الموفرة للطاقة، واللي بتستخدم مبدأ عمل مشابه ولكنها تعتمد على دائرة إلكترونية أكثر تعقيدا بدلا من الستارتر الايه؟ التقليدي. تمام، يعني الستارتر ده حاجة بقت ملغية دلوقتي أصلا، مبقتش موجودة. قال لك ايه بقى؟ احنا هنيجي نستخدمه حضرتك دلوقتي عرفت ايه فايدته. تعال بقى دلوقتي نستخدمه في شويه افكار خزعبليه. اول حاجه حضرتك هتجيب الستارتر وهتجيب لمبه. الموضوع هيتم كالاتي، حضرتك ده الستارتر وادي لمبه وادي ال 220، هتيجي في السكه هنا وتحط الستارتر، هتلاقي حضرتك اللمبه ديت بقى بكل شويه عماله تفلاش كده. تفلاش يعني ايه؟ تبدا تدي وميض وتطفي. واللمبه ديت مع العلم ان هي لمبه من اللمبات الصفراء القديمه، طبعا باللمبه عماله تنور وتطفي دي هتتحرق قولا واحدا. ليه بقى؟ لان اللمبه دي غير مؤهله انها تستحمل الفصل والتوصيل كذا مره. كما ان احنا قلنا فكره عمل الستارتر ان هو بيدي شراره اوليه، يبدا يوصل وبعدين يفصل، يوصل وبعدين يفصل، فهيدي هيدي لمبه. اقول لك اللمبه دي هستخدمها كانذار. طيب دوائر الانذار المستخدمه اثرت معاك في حاجه يا ابني؟ هل هذه الدائرة اعتمادية؟ هل هقدر اعتمد عليها؟ هل هي مستمرة معايا ولا خمس دقايق وهتبوظ؟ ولا انا صورتها عشان اخد لقطة على الكاميرا ديت حكايتنا مع هذه التجارب الخزعبلية، تمام؟ يبقى اول حاجة مدى اعتمادية هذه الدائرة، دائرة غير اعتمادية. ايه هعمل وميض وبتاع؟ انت لو رحت متر الانفاق ولا حاجة واقف في المحطة تلاقي في انذار ضوئي موجود عند حضرتك، لكن هذه دائرة مصنوعة كي تكون دائرة انذار ضوئي، وليست مصنوعة عشان استخدم ستارتر وظيفته بس كلها ان هو يشتغل ثانيتين ثلاثة في بداية اللمبة، او خمس ست ثواني لو اللمبة محروقة، او لو هو ضعيف ومش قادر فبقى كده تلف معايا. انما هستخدمه اشغله باستمرار هيكمل معايا؟ تعتقد كده؟ انا لا اعتقد. قال لك ايه بقى؟ هنشيل اللمبه ديت وهنحط موتور تبريد. الموتور ده كل شويه يشتغل ويفصل، يشتغل ويفصل. ايه الفايده برضو؟ انا مش عارف يعني، بس ايه اهي حاجه موجوده. قال لك يا فندم هنيجي هنا كده وهنشيل اللمبه دي ونحط ايه؟ ونحط موتور. الموتور ده كل شويه يشتغل ويفصل مع وميض الستارتر بتاع حضرتك. هل ده محطوط عشان كده؟ لا برضو. هل انا جربت التجربه دي على المدى الطويل وعرفت هتكمل معايا ولا لا؟ لا برضو. قدام الكاميرا ثانيه ولا اتنين عشان اصور وخلاص انتهى الموضوع. قال لك الفكره الثالثه دي كنا عملنا عليها فيديو قبل كده برضه خزعبلي. قال لك احنا هنفك الستارتر ده من الداخل،
والستارتر ده يا فندم لما تيجي تفكه من الداخل وتيجي تسخن هنا كده، فالنقطتين دول او قلنا ان هو في جواه ميتاليك، فالميتاليك ده بيلمسوا بعض فيديني هنا ايه، هركب هنا صفاره يديني انذار، وبكده يبقى انا عملت دايره انذار للحريق. وعايز اقول لك ان هو ما بيحسش ولا بيتحرك الا لما يكون اتعرض له سخونيه مباشره، يعني هو محطوط جوه النار. لو حضرتك في سخونيه بعيده او حاجه بتولع بعيد عنه شويه، فهو ولا الهوا ده ما بيلحمش الا لما بيتعرض، يعني عشان يلحم لازم توجه الولاعه عليه من الداخل، في قطع زجاجيه كده من الداخل توجه الولاعه عليه، فهو لازم أن يكون الدنيا هتكون ولعت حواليه وهو لسه الباشا ما ايه ما حسش بحاجه. طب الحل الامثل في ايه؟ استخدم دوائر الانذار اللي معموله لكده، استخدم الدوائر المخصصه لمثل هذه الاشياء. تمام، دي بعض الافكار بس حبيت اناقشها مع حضرتك، وبرضه حضرتك قول لي الكومنتس في الكومنتس تحت مدى اعتماديه مثل هذه الافكار. مجرد بس انت عارف انت حوار ايه، حد قاعد مثلا بيستخدمها في البيت كلعبه يعني مش اكتر، انما كلها انظمه في اعتقادي انظمه غير اعتماديه، انظمه لا تستمر معاك على المدى الطويل ولا المدى البعيد. ودلوقتي مع فقره الاجابه على التعليقات بتاعت حضراتكم، حد كاتب لنا ربنا يبارك فيك بارك الله في حضرتك، كان فيديو عن التزامن في المولدات الكهربائيه وشروطه، اللي هو ربط المولدات يعني على التوازي وشرح دائره الايه التزامن. كمان حد كان بيقول لنا شكرا على الشرح جزاكم الله خيرا، وكنا بنتكلم فيها عن اعرف اخطاء توصيل سلك من خارج العداد، حد موصل من خارج العداد، لو وصلت سلك من جوه العداد وسلك من بره العداد هل العداد هيعد ولا لا، الكلام ده كله. حد من غزه بيقول لنا ايه، بيقول لنا يعطيك العافيه يا هندسه، اسال الله ان يفك كربهم وان يدمر عدوهم، انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. بيقول يعطيك العافيه يا هندسه، معك محمود من غزه، مركب عندي نظام طاقه شمسيه، بيقول لك لقيت اللي مركب النظام شابك الارضي مع النيوترال، انا فكيت الارضي وخليت النيوترال لحاله، هل هيك فيها غلط؟ لانه لما كان عامله كل اسبوع والتاني يخرب جهاز الطاقه، مره مشكله في المراوح مره في الرطوبه، بتمنى ترد هندسه. وطبعا الحمد لله رب العالمين ردينا عليه، يعني ان فعلا فصل الارض عن النيوترال هو الاجراء الصحيح، لان ربطهما معا بشكل مباشر بيعد خطأ شائعا وبيؤدي الى العديد من المشاكل، بما في ذلك زاد التيار التسرب، يؤدي ربط النيوترال بالارض زاد التيار التسرب مما يؤدي الى تلف الاجهزه الكهربائيه، كمان عدم عمل حمايه في حاله حدوث ماس كهربائي، لن يعمل نظام الحمايه بشكل صحيح لو كان الارض متصل بالنيوترال، كمان مشاكل قد تتسبب هذه المشكله في تلف الاجهزه الكهربائيه خاصه تلك الحساسه للتغيرات في الجهد، اسباب الاعطال بقى المتكرره، جوده التركيب ممكن يكون في مشكله في جوده التركيب، ممكن يكون جوده الاجهزه نفسها فيها مشكله، تغيرات في الجهد برضو ده ممكن تؤثر على النظام. اللي عليك تعمله انك تتاكد من فصل الارض عن النيوترال تماما، وفحص التوصيلات الكهربائيه وفحص الاجهزه والحمايه من الرطوبه باستخدام بقى الناس اللي بتبقى ايه مخصصه في حاجه زي كده، وكمان اعمل صيانه دوريه لنظام الطاقه الشمسيه للتاكد من عمله بكفاءه، واستخدم مواد عاليه الجوده وقرر تقريض صحيح، وبفصل الارض عن النيوترال فانت قد اتخذت الخطوه الصحيحه لحل المشكله واجراء الفحوصات طبعا اللازم. عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده، اكون افدت حضرتك معلومه وحضرتك استفدت، لك شير كلم حد عننا ان محتوانا يستحق الدعم، اشوفك على خير، ولو عند حضرتك اي استفسار حطه في كومنت تحت الفيديو، وفكر حضرتك القناه عليها اكتر من 1500 فيديو كلها موجوده عشان تقول لحضرتك معلومه تامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.